أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ مع تغييب الناشطين على يد الميليشيات. الصحفي والناشط العراقي باسم الزعاك اختفى منذ فجر الأحد، وذلك خلال تواجده في تغطية احتجاجات القوى الخاسرة في الانتخابات قرب المنطقة الخضراء. ما زال مصيره مجهولا لغاية الآن. دعونا نتابع مناشدة أحد العراقيين حول موضوع اختفاء الصحفي باسم، فلنتابع. يا ناشطين، يا أصحاب البيجات، يا البارزين، يا المعروفين، يا 24 ساعة بالقنوات الفضائية، ممكن شوي تتواضعون تتنازلون وتعممون منشور طالبون بالمتظاهر الثائر باسم الزعاق اللي انخطف على يد الميليشيات الولاية الساعة 4 الفجر والتهم والله كان يصور؟ ممكن شوية تتنازلون تتواضعون تحملونه هالمرة؟ وين قنوات الإعلامية الفضائية العراقية؟ وين علاء الركابي؟ وين حركة امتداد؟ وين الشعب العراقي؟ وين الثوار؟ وين حقوق الإنسان؟ مواطن عراقي ثار متظاهر صار يوما مخطف ما حد طالب بي، ليش؟ يعني اللي يصل جثة هامدة يا الله تحجون وتطالبون بيه؟ الحرية لباسم الزعاق اللي انخطف على يد الميليشيات الولائية. اليوم أي شخص ينتقد الميليشيات أو يصورهم يخطف ويقتل. آخر عبارة للصحفي والناشط باسم الزعاك خلال بث من حسابه على فيسبوك، قال بأنه سيغادر المكان الذي تتواجد فيه الميليشيات المعترضة على نتائج الانتخابات، قائلا: الوجوه ليست رادة للسلام، لا ترد السلام، لكنه اختفى بعدها. دعونا نتابع. من المعتصمين الوداعيين خلفلت الوجوه مو ردادة السلام، نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي والذي أطلق واسم الحرية لباسم الزعاك وغرد عليه عراقيون على تويتر للمطالبة بكشف مصيره. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم على تويتر. منهم من غرد وقال: كبهاء خليقة، الاتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا يدين اختطاف الناشط باسم الزعاك ويحمل القوات الأمنية والحكومة العراقية مسؤولية سلامته. منتظر العمري قال: في ذكرى الثورة لا زالت عملية اختطاف وتصفية الناشطين مستمرة أمام حكومة جاءت لتلبية مطالب الأحزاب للشعب. أما مصطفى الدريمي فقال: هذا ديدن الميليشيات وأحزابهم لا يعرفون سوى لغة الخطف والقتل. عبير البغدادي قالت: فتوى وراء فتوى، واحدة للقتل وأخرى للخطف وغيرها للنهب والسلب، متى تنتهي فتواكم ومتى نكون آمنين بلاكم؟ ألم تكتفوا في كل بلاد ذهبتم أو ذهبت فتواكم جعلتها مدمرة وأهلها لاجئين تاركين ديارهم؟ كفى، ابعدوا الفتوى عن بلاد العرب، أو أبعدوا الفتوى عن بلاد العرب فهي ليست أوطانكم، ففي بلاد العجم أطلقوها لعلها مبتغاكم، تقول عبير. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا. شقيق الصحفي المغدور الشهيد أحمد عبد الصمد الذي حضر إلى محكمة الاستئناف البصرة يوم أمس، وخلال محاكمة قتلة شقيقه أفاد بأن أحد المتهمين بقتل شقيقه المدعو حمزة كاظم خضير، وهو أحد عناصر الشرطة، اعترف بأن عملية القتل تمت بأوامر من هيئة ميليشيات الحشد وفتوى من مرشد إيران علي خامنئي. دعونا نتابع ما قاله شقيق الصحفي أحمد عبد الصمد. القاضي سأل حمزة، قال: جتنا أوامر من الحشد الشعبي، وقال له: زين من جاكم في هذا؟ قال: جتنا فتوى، جت أحمد طويسي بتنفيذ الاغتيال. قال: من جت الفتوى؟ قال: من علي خامنئي.
قال له صح علي خامنئي يعني افتبه قتل احمد؟ قال لا عاد عليه السؤال مره ثانيه هم جاوبه، قال له جتني فتوى، جت احمد طويسه نفذ القتال، جت من علي خامنئي. فالقاضي دونها فتوى من مرجع، يعني فتوى مرجع يعني بين قوسين ما اضاف علي خامنئي، هي احتمال تحسس الموقف، احتمال فد اعتبارات سياسيه. فجميع الاغتيال هذا العمل جميع يعني خطوط عمليه الاغتيال واضحه، يعني احترافات، اعترافات هذا حمزه والادله والكشف الدلاله والمبارز الجرميه كلها تثبت يعني مو 100% 1000% بارتكاب عمليه اغتيال. ويعني وشو هو شاهد يعني شاهد حي على احمد طويسه والجميع الموجودين في فرقه الموت. إذن فتوى من خامنئي والحج لقتل الصحفي أحمد عبد الصمد. من آراء الجمهور العراقي حول ما قاله شقيق الصحفي الشهيد أحمد عبد الصمد، الصحفية العراقية رشا العزاوي غررت وقالت قاتل أحمد عبد الصمد واحد من الذين يزعمون أن انتماءهم للولي الفقيه لا يؤثر على وطنيتهم، وهو واحد من آلاف يشكون جزءا كبيرا من مؤسسة العراق العسكرية والأمنية. أما دكتور علي الجابري فقال في محاكمة قتلة الشهيد أحمد عبد الصمد اعترف القتلة بأن الجريمة كانت بفتوى من المجرم علي خامنئي، إلا أن القاضي أمر بتدوين الاعتراف على أنه بفتوى من مرجع ديني، وهذا ذكره شقيق أحمد عبد الصمد، ولم يذكر اسم خامنئي الذي ورد علنا خلال الجلسة. ما هي مصلحة القاضي؟ تساءل النزئيه أن يتستر على إرهاب مجرم أفتى علنا بقتل شبابنا. أما محمد فوز اللامي فقال زين هسه نقدر نقول الحشد الذي يتكون من عدة ميليشيات قتل أحمد عبد الصمد وصفاء غالي بأوامر إيرانية، لو هاي حالة فردية حالها حال المليون ونص حالة فردية من عام 2003 وإلى اليوم. يتساءل محمد فوزي يوسف قال القضاء العراقي صدر أمر إلقاء قبض على ترامب بتهمة قتل سليماني والمهندس، بينما لم يدون اسم خامنئي بعد أن ذكره قاتل أحمد عبد الصمد وصفاء خلال الاعترافات بالاسم، وكتبت بدلا عن ذلك فتوى من مرجع ديني. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق ومع الذكرى الثانية لثورة تشرين، حيث شهدت يوم أمس ساحات التظاهر في مختلف محافظات العراق حراكا مذكرا بالأحداث الدموية ومجددا العهد مع مبادئ ثورة التغيير والإصلاح ثورة تشرين. شهدت محافظة ذي قار مهرجانا لإحياء ذكرى الثورة وللمطالبة بالكشف عن القتلة ومحاسبة الجهات التي تقف خلفهم، فلنتابع. نبقى مع ذكرى ثانية لثورة تشرين، حيث شهدت الديوانية في محافظة القادسية حضورا جماهيريا غفيرا جددت ذكرى الثورة وجددت كذلك من هتافاتها ومطالبها بمحاسبة قتلة المتظاهرين، فلنتابع هذا المقطع. إلى محافظة واسط وبالتحديد في مركزها الكوت، حيث شهدت احتفالا وتجمعا جماهيريا لإحياء ذكرى ثورة تشرين الثانية، فلنتابع. والحلو يا هاتوا تطقوا تعاون
من تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول الذكرى الثانية لثورة تشرين، غرد عراقيون ومنهم من قال كدكتور قال ستبقى ثورة تشرين العظيمة خالدة في تاريخ الإنسانية مليونية 25 أكتوبر. أما مصطفى فقال نحن العراق فمن أنتم؟ نحن تشرين ثورة وطن، لم نطلب غاية ولم يكن لنا طمع، كنا وما زلنا وسنبقى نريد وطن. زوراء قالت استطاعت ثورة تشرين أن توقظ أو أيقظت من الروح الثائرة من بعد 15 عاما من السبات. زمرد غررت سنبقى خالدين حتى نستعيد العراق، حتى ذلك الحين ستبقى أصواتنا عالية، نهتف بأن أنا الولاء للوطن. أنت منو؟ إن أعظم ميلاد للحرية هو تشرين، تقول زمردة. نذهب إلى محافظة ذي قار ومع المشاريع المتلكية. لماذا لم يكتمل مبنى محافظة ذي قار؟ ناشطون ومواطنون عراقيون عبروا عن سخطهم وغضبهم في محافظة ذي قار جراء إهمال مشروع مبنى محافظة ذي قار الجديد المعروف باسم زقورة أور، وطالب عدد من أهالي المحافظة بإكمال مشروع المبنى ومن ثم تحويله إلى منشأة خدمية عامة تعود بالفائدة على سكان المحافظة. دعونا نتابع هذا المقطع. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن أقف أمام نصب الزقورة اللي هو مسمى نصب الزقورة اللي هي أساسا هي المحافظة الجديدة. طبعا هاي المحافظة انبنت يمكن صار لها بحدود 10 إلى 6 سنوات انبنت وتوقف العمل بيها حسب التصريح مال بعض المسؤولين والكلام اللي صار واللغط اللي صار حول هاي البناية. قالوا بيها شائبة فساد والمبالغ المصروفة انسرقت بزمن المحافظ يمكن عزيز كاظم علوان أو المحافظ اللي اجى من بعده، ولحد الآن البناية على نفس الوضع مالتها. هاي جاي يشاهدونها البناية على نفس الوضع مالتها لحد الآن غامضة، ما افتهمناها من يوقف خلفه. المبالغ اللي استلمها يا محافظ استلمها، راحت تجيب يا مسؤولين يا نائب محافظ استلم المبالغ هاي المليارات، ليش هذا التحتيم عليها؟ هاي طبعا هاي جريمة كبيرة بحق الناصرية وأهلها. بعد عدة جرائم طبعا المحافظة خسرنا احنا مدينة العاب خاصة بابنا. طبعا الفساد هو الإجابة لماذا لم يكتمل مبنى محافظة ذي قار ولماذا لم تكتمل المشاريع المتوقفة منذ سنوات. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي وأراء الجمهور العراقي حول مبنى زقورة أور أو مبنى محافظة ذي قار الجديد. الحاج أبو علي قال كل المشاريع المتوقفة وأكو مشاريع عملاقة وهمية وما إلها وجود استلموا أموالها الجماعة، يقول سببها مجالس المحافظات، هم دمار المحافظات. أما مصطفى راجي فقال كارثة، هذا راح نموت بعدما كامل حال مجسر تقاطع الجندي. حسن قال عندنا 2 مثلها في بابل ونفس الأعذار، بناية محافظة وبناية مجلس محافظة، الظهر كل المحافظات يوجد بها هذه البنايات المهجورة. أما حور فقالت كنت أروح للكلية أمر من يمها، سنة 2011 تخرجت ولحد هاي السنة وهي كما هي باقية وما أعرف شنو من بناية. نذهب إلى أنت ترى. كادر مدرسة الأصيل الابتدائية في بغداد الجديدة بالعاصمة بغداد وأهالي الطلاب احتجوا ورفضوا قرار وزارة التربية نقل الطلاب وإلغاء المدرسة أو ما يعرف بالتذويب، أي توزيع طلاب مدرسة ما على مدارس أخرى. دعونا نتابع رسالة الكادر التعليمي بمدرسة الأصيل في بغداد الجديدة عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء، فلنتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة باسمي وباسم الهيئة التعليمية وباسم الأهالي، نحن كادر معلمات مدرسة الأصل الابتدائية المختلطة في بغداد الجديدة وهي من المدارس العريقة حيث تأسس سنة 1961، يبلغ عدد ملاكها 32 معلمة.
زائد عاملة وعدد التلاميذ 550 تلميذة وتلميذ في منطقتنا الجديدة بعد مباشرتنا من جائحة كورونا، لأن مديرية التربية العامة في بغداد رصافة الثانية قامت بتدمير المدرسة دون سابق إنذار، كون مدرسة ثلاثية الدوام علما بأنه المدارس الموجودة في نفس البناية أقل عددا من مدرسة الأصيل نفسها في عام 2005، مما يؤدي إلى إرباك العملية التربوية، كون لدينا أكثر من 70 عدد من القيود، وأن مدرسة الأصيل لديها امتيازات لكونها نسبة نجاحها في كل سنة 100%، ولها سمعة جيدة في المنطقة ونحن معتزين ومتمسكين بها، فهي بيتنا الثاني حيث قضينا فيها أكثر من 25 سنة لأصغر معلمة عمرا، لذا نرجو من سيادتكم إلغاء أمر التدمير. تشرين كابوس الأحزاب واسم على منصة تويتر عاد المغردون التفاعل عليه بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة تشرين الثانية. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. كرار غرد وقال: كابوس مرعب ومخيف بكل معنى الكلمة، مثلت تشرين العظيمة وشبابها الثائر صدمة حقيقية ومفاجأة لهم، وأثبتت بأن الشعب لا يمكن استغفاله وخداعه إلى الأبد، وليس كل الناس تشترى بالنقود والتعيينات والمناصب وكارت فئة 10 دولار. أما مروان فقال: إن مقاومة الظلم لا يحدده الانتماء لدين أو عرق أو مذهب، بل يحدده طبيعة النفس البشرية التي تأبى الاستعباد وتسعى للحرية وتبقى تشرين. يقول أما كرار فقال: تشرين الضوء الذي مزق الظلمة في زمن الاستبداد. رافض قال: ستبقى رايتك خفاقة يا عراق ما دام فيك شباب تشرين الأبطال. تشرين كابوس الأحزاب. نذهب إلى القصص المنوعة. في ظل أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا سببها فرنسا، وذلك من خلال تصريحات رسمية مسيئة للجزائر وما ارتكبته من جرائم إنسانية بحق الجزائريين خلال فترة استعمارها للجزائر ورفضها لتقديم الاعتذار لها، هل ستفقد اللغة الفرنسية مكانتها في الجزائر؟ دعونا نتابع هذا التقرير مع مجلة ميم. الجزائرية ننسب اللي كانت يوم من الأيام مستعمرة تاع فرنسا. إلا بما يجب القيام به، قمت طلبنا باش نتعود تستعمل اللغة الوطنية في المراسلات الرسمية. الأصل هو ذو الأصل، أحب من أحب وكره من كره.
نذهب إلى موضوع آخر. بعد تدخلها بالشأن الداخلي التركي ومطالبتها بالإفراج عن المسجون كافلان من خلال بيان مشترك ضم 10 دول على رأسها أمريكا وفرنسا وألمانيا، وخروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتصريحه بأن سفراء الدول 10 غير مرغوب بهم، فماذا يعني هذا التعبير الدبلوماسي؟ دعونا نتابع المزيد مع تقرير لقناة تي آر تي عربي. نذهب إلى موضوع آخر. ما هي أعراض ما بعد التعافي من فيروس كورونا؟ دعونا نتعرف عليها مع تقرير لموقع هسبرس، فلنتابع. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.